بسم الله الرحمن الرحيم. حنا في هذا اليوم زرنا الحي تاع بولونجي والحي تاع يعني ملعب استاد أسامة، وهذا بطلب من السكان وبطلب من الرياضيين لهذا الأحياء هذه، وذلك للإطلاع على الملعب اللي راه يعني كارثة، والملعب محتاج إلى يعني صيانة وإلى أشغال تجديد الملعب. فإن شاء الله غادي نتصلوا بالسلطات وعلى رأسها السيد رئيس البلدية ومع المندوب البلدي ومع المصالح الولائية من أجل يعني تسجيل عملية لإعادة تهيئة هذا الملعب الجواري، وهو ملعب حي بولونجي. فنشكر الجميع وبارك الله فيكم. رانا الآن في ملعب حي أسامة. الوضعية راهي كارثية في هذا الملعب، يعتبر الملعب الوحيد يجمع حيين، يعني حي شوكو حي بولونجي، والأطفال ما عندهمش يعني مكان آخر يلعبوا فيه، يعتبر متنفس الأطفال. ناشدنا السلطات المحلية عدة مرات للعهدة السابقة، ورانا مازال مع السلطات تاع المجلس الجديد، وإن شاء الله جانا المندوب وجا يعني ممثل الرياضة في البرلمان، وإن شاء الله يعني يوفوا بالعهود اللي مدوها لنا هذه المدة باش لإعادة تهيئة هذا الملعب إن شاء الله، ويكون إن شاء الله كما قال لك صرح للأطفال الصغار. نطلب من السلطات يخدموا لنا الملعب. نطالب بالسلطات المحلية بإعادة ترميم هذا الملعب. السلطات بيسدونا الملعب مرشبة بيترينوا فيه قاع الناس. أوكسيومتر اس بي 100، مقياس الأكسجين والنبض باستخدام الأصبع، ضروري خاصة لمرضى الكوفيد 19. شاشة كبيرة لقراءة سهلة ومريحة. العلامة السويسرية. متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي ام سي ام، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك